تعليق على هذا التتويج المستحق بجدارة؟ هذا هو من المنتظر أن يكون إذن في هذه الأثناء كما تتابعون تحط طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، وهي تحمل إلى الجزائر أبطال الجزائر الذين صنعوا فخر الجزائر وفخر العرب بما حققوه من نتائج في أرض الكنانة مصر. حققوا الظفر بالنجمة الثانية، النجمة الثانية في كأس أمم إفريقيا، وتربعوا على عرش الكرة الإفريقية عن جدارة واستحقاق. هذه الطائرة التي تحط في هذه الأثناء ينتظرها الملايين، ينتظرها الشعب الجزائري عبر كامل التراب الوطني للفرحة معهم بهذا التتويج القاري الهام. وهذه الصور التي تشاهدونها هي صور حصرية لمروحية الجيش الوطني الشعبي. إذن هذه الصور التي تشاهدونها والحصرية تنقل لنا وصول الفريق الوطني إلى أرض الوطن، حيث يستقبلهم الوزير الأول نور الدين بدوي على أرضية مطار الجزائر، المطار الدولي هو بومدين. إذن هذه الصورة الأولى، يحط القائد محرز رافعا كأس أمم إفريقيا، وهو الآن ينزل من على مصعد الطائرة ومعه الطاقم الفني واللاعبين، وفي استقبالهم كما تشاهدون على الصورة. أهلا بالكأس الإفريقية بأرض الجزائر. هنا نشاهد الوزير الأول يستقبل اللاعبين، وزير الداخلية، وزير الشؤون الخارجية، ووزير الشباب والرياضة. وهذا الآن القائد المايسترو جمال بن ماضي في لقاء حار مع الطاقم الذي تم استقبالهم بمطار هوالي بومدين الدولي. هذه الصور التي تشاهدونها هي صور حصرية للتلفزيون الجزائري، ونشكر بالمناسبة مروحية الجيش الوطني الشعبي التي رافقت الأمن الوطني. هذه الصور لمروحية الأمن الوطني التي رافقت هذا الحدث بهذا النقل المباشر والحصري. يا
هي أجواء تبقى خالدة في الرياضة، في تاريخ الرياضة الجزائرية، استقبال حار لأبطال الجزائر، لاعبين وكل الطاقم الفني الذي عمل لمدة ماراثونية من أجل إنجاح هذا الحدث والظفر بالسيدة الكأس. وبالمناسبة هي تهنئة خاصة لكل من ساهم في إدخال البهجة والفرحة إلى قلوب الجزائريين بهذا التتويج القاري الهام بعد 29 سنة. أعيد نذكر أن هذه الصور الحصرية هي تلفزيون الجزائري، نشكر فيها مروحية الأمن الوطني التي رافقت هذا الحدث بهذا النقل المباشر وسهرت على إنجاحه. هذا المشهد سوف يبقى خالدا. إذن السيدة الكأس هنا بالجزائر، وسيفرح بها الشعب الجزائري قاطبة، وهو الذي عبر عن فرحته البارحة، وهذه الفرحة ما تزال متواصلة عبر كامل التراب الوطني. وهذه الآن الصور لوصول دائما قلنا الفريق الوطني محارب الصحراء الذين استمعت في أدائهم البطولي كامل أطوار العرس الإفريقي، وعادوا إلى الجزائر بالسيدة الكأس التي انتظرها الشعب الجزائري طويلا. هؤلاء الأبطال في الجزائر العاصمة وفي كل ربوع الوطن فرحة بهذا التتويج القاري الهام. هي أجواء مميزة سوف تبقى خالدة في ذاكرة اللاعبين، كما تبقى خالدة عند الشعب الجزائري هذه الفرحة المنتظرة وهذا التتويج المستحق. تحية خاصة لمروحية الأمن الوطني التي ترافقنا في مواكبة وصول الفريق الوطني ونقل هذه الصور الحصرية. إذن هكذا يستقبل أبطال الجزائر العائدون من مصر بالسيدة الكأس التي انتظرها الشعب الجزائري، وهؤلاء الأبطال سيستقبلون بالجماهير الغفيرة التي تنتظرهم في العاصمة للفرحة معهم بهذا التتويج القاري المستحق. حيث سيجوب أشبال بالماضي في حافلة خاصة شوارع العاصمة مرفوقين بالكأس الإفريقية الثانية ليتقاسموا هذه الفرحة مع الشعب الجزائري. إذن هي صور حصرية ننقلها لكم، ساهمت في نقلها مروحية الأمن الوطني، فتحية خاصة لهم على هذه المرافقة الحصرية والنقل المباشر لهذه الصور التي سوف تبقى عالقة في أذهان الجزائريين وفي أذهان اللاعبين. حق لهؤلاء الشباب
الذين صنعوا أفراح الجزائر أن يستقبلوا هذا الاستقبال الحار من قبل الدولة الجزائرية ومن قبل الشعب الجزائري. هؤلاء الأبطال الذين استماتوا في أداء بطولي شهد له العالم في هذه البطولة وعادوا إلينا بهذه الكأس والنجمة الثانية. اللاعبون يصلون تباعا هكذا إذن يصل أبناء الجزائر إلى أرض الوطن ومعهم تنطلق أو تتواصل الأفراح عبر كامل ولايات الوطن بهجة وفرحة بهذه النتائج المحققة والظفر بسيد الكأس وترصيع النجمة الثانية في هذه البطولة القارية الهامة.